بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة مميزة استكمالا طبعا لسلسلة الحلقات اللي بدأناها من الحلقة اللي فاتت، وهي تكريم أبطالنا عشان نحط حضراتكم في الصورة معنا على حجم الإنجاز الكبير اللي حققه النادي الأهلي هذا الموسم في الألعاب الأخرى. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ثلاث ألعاب فقط، وهما السلة والطايرة واليد رجال وسيدات، وقلنا ان النادي الاهلي حقق 16 بطوله فقط في الثلاث فروع دول سواء رجال او سيدات، 16 بطوله حتى الان ما بين بطولات محليه اقليميه او قاريه، 16 بطوله. اقرب المنافسين لنا عشان برضو نبقى عارفين الميزان رايح فين، اقرب المنافسين لنا بيبقى مش منافس واحد، كل لعبه وليها منافس مختلف. كره السله سيدات سبورتنج، كره السله رجال الاتحاد، كرة الطائرة رجال وسيدات الزمالك، نفس الوضع بالنسبة لكرة اليد الزمالك، ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للسيدات الشمس، فاحنا بننافس هنا مجموعة كبيرة من الأندية، كل نادي بيتميز في لعب أو اتنين. احنا النهاردة حققنا 16 بطولة، أقرب المنافسين لينا وهو نادي الزمالك بطولة واحدة، ونادي الاتحاد السكندري وهي بطولة واحدة، كأس مصر وأفريقيا. أفريقيا للكرة الطائرة سيدات في نادي الزمالك، وكأس مصر لكرة السلة في نادي الاتحاد السكندري. والنادي الأهلي النهاردة حصد 16 بطولة وما زال ينافس، ما زال ينافس على 4 بطولات أخرى. ده كان حجم الإنجاز. إحنا ما اتكلمناش عن ألعاب كتيرة النادي الأهلي بيضمها، زي مثلا الإسكواش. الإسكواش أحد الألعاب المهمة والقديمة في النادي الأهلي. الإسكواش لعبة أو اللعب الإسكواش في النادي الأهلي خرجت يعني عظماء في هذه اللعبة، سواء مدربين لاعبين من زمان، من حاجه و60 او حاجه و50 كمان، ولعبه الاسكواش بقوه موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي يملك بنيه تحتيه قويه في اللعبه دي، للي ما يعرفش احنا عندنا مجمعين للاسكواش، مجمع في اهل الجزيره في مبنى الاشتراكات في الدور الثاني، عدد 8 ملاعب. ده يعني الاقدم، يمكن اتفتح من 7-8 سنوات، ولكن الاحدث هو فرع الشيخ زايد. عندنا مجمع للاسكواش كبير جدا، وعندنا هنا بيمارس اللعبه بناشئينها باكاديميتها، وهنا بتمارس اللعبه، فاذا عندنا قاعده كبيره. من حوالي 3 أو 4 سنوات اخذ النادي الاهلي قرار انه يعتمد على اولاد النادي فقط في لعبه الاسكواش، مش هيجيب حد من بره باستثناء بعض اللاعبين اللي هيجوا مميزين اول عالم، يعني لو لعيب هيعمل الفرق يتفضل يجي، هيكون معانا على مستوى الدرجه الاولى او ممكن قطاع الناشئين كمان، بس يكون جاي رانكينج ومصنف تصنيف كبير. لعبه الاسكواش في النادي الاهلي هذا الموسم حققت انجاز كبير. مدير فني كابتن احمد حسني احد ابناء النادي الاهلي، وده برده كان اتجاه النادي الاهلي ان المديرين الفنيين حتى يكونوا من ابناء النادي، لان النادي غني الحقيقه بابنائه. والحقيقه حقق الاسكواش يعني انجازات كبيره هذا الموسم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والاسباب طبعا دعم مجلس الاداره والنشاط الرياضي طبعا برئاسه الكابتن خالد العوضي لهذا الفرع او فرع الاسكواش، حقق نتائج كبيره على مستوى الناشئين. هنتكلم عن الناشئين كمان، درجه اولى حدث ولا حرج. امبارح مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي بياخد تاني العالم، وليها يعني الحقيقه بنبارك له على المركز التاني، ولكن في بعض الامور لازم نبقى عارفينها، ليه خد تاني ما خدش اول مع ديجو الياس؟ تقريبا كان بيلعب ديجو الياس كان في المباراه النهائيه. اللي قصدي اقوله لكم انه الاسكواش في على قطاع الناشئين حقق انجازات كبيره جدا جدا، وهنستعرضها مع ضيوف اللي هيكون كابتن احمد حسني المدير الفني و10 لاعبين ولاعبات على مستوى الاعمار، هنعرف منهم بالتفاصيل بطولاتهم. يمكن انا اتذكر تاني بطوله انجلترا المفتوحه، ريم المغربي احد اللاعبات المميزات خد التاني بريتش اوبن، وده بطوله يعني كبيره زي بطولات العالم، يعني قصدي اقول مش بس بطولات الجمهوريه والمناطق وبطوله الانديه، ولكن حققنا كمان على مستوى الدولي بطولات كثيره. ان شاء الله هيكونوا دول ضيوفنا النهارده. سريعا قبل ما اروح لضيوفنا، لازم الحقيقه نبارك لفريق كره اليد امبارح الفوز الغالي اللي كان الفوز الاول في السلسله، بالرغم من ظلم نظام المسابقه للنادي الاهلي. هتقول لي ظلم ليه؟ ما ينفعش يا جماعه ابدا ان انا اكون طول الموسم بلعب وبكسب وتوصلني للاخر متساوي مع التاني، ده منتهى الظلم اللي في الدنيا. واكبر دليل ان مسابقه السيدات مش كده، اللي طلع اول غير تاني غير تالت غير رابع. ما ينفعش يبقى فيه نتائج تراكميه وتوصلني اخر الموسم تكافئ الفريق اللي واخد المركز التاني على المركز الاول،
وده اللي حصل في مسابقه كره اليد، وده ظلم مبين الحقيقه. النهارده انا لعبت وتعبت وكسبت عشان ابقى اول، طالع النهايات اول، يبقى لازم اخش مميز. ما ينفعش النهارده تدخلني انا متساوي مع التاني وبلعب بيست اوف 3. طب انا بعمل ايه طول السنه؟ طب ما انا معلش اقضيها بقى واعمل اي حاجه واوصل ما انا التاني زي الاول في الاخر. منتهى الظلم، واتمنى ان ده يعني يتغير. عايز يعني يبقى انت بتمسح كل اللي بعمله باستيكا؟ حرام حرام بصراحه. ومع ذلك اتحطوا في الاختبار الصعب ده وضغط الاعصاب بالشكل ده، وده كان دافع اكبر لفريق نادي الزمالك، انه الحقيقه طول السنه يعني خسر مباريات اكتر منا، فبقى عنده دافع وبقى عنده فرصه انه يعوض اللي خسره طول السنه. فانت بتدي دوافع وبتدي موتيفيشن للتاني وبتسحب من الاول كل مجهوده اللي اتعمل. ما علينا، النادي الاهلي كان قدها، لعبنا مباراه، لعبنا الشوط الاول ما كناش احسن حاجه، كان عندنا اخطاء دفاعيه بالجمله، كان عندنا كمان اخطاء هجوميه وتوتر عصبي شديد، ولكن الشوط الثاني كان فريق ثاني تم استبداله بصراحه، الله اكبر عليهم. دفاعيا كنا 100 100، حميد ادى شوط ثاني ولا اروع، الفاست بريك بتاعنا كان ممتاز جدا، ولكن انا بقول مبروك ولكن احنا لسه ما عملناش حاجه، عندنا مباراه ثانيه بكره باذن الرحمن. احنا ما عملناش اي حاجه، النادي الاهلي ما بيفرحش بمباراه، النادي الاهلي بيفرح بالبطوله. يبقى رقم واحد احنا محتاجين ان شاء الله بكره ندافع نفس الدفاع من اول ثانيه، ممكن ما تلحقش تعوض لا قدر الله، لازم من اول المباراه تاخدها بجديه، لازم تدافع من اول ثانيه لاخر ثانيه، نفس الدفاع اللي شفناه في الشوط الثاني يكون ده بادئ معانا من الشوط الاول. الف مبروك لكره اليد، ونتمنى لهم الفوز بكره وحسم الدوري، عشان دي اخر بطوله في الموسم خلاص. انت بره الكاس، افريقيا خدت السوبر الافريقي، بطوله افريقيا ابطال ما توفقتش فيها، فدي اخر بطوله لازم نمسك فيها بايدينا ورينا بدون شد اعصاب. احنا الافضل واحنا الاحسن لو دافعنا فقط، الدفاع هو اللي هيوصلك تكسب المباراه مرتاح، ودي عايز قلب، الدفاع عايز قلب، تقفل المسافات وتقابل يعني زي ما عملنا في اخر 10 دقائق في الشوط الثاني. لازم فريق، ابارك لفريق كره السله تحت 20 سنه اللي فاز ببطوله الجمهوريه كتاني احسن فريق. يمكن نتائجنا كمستوى الناشئين على مستوى الباسكت بول مش قد كده، مفيش غير فرقتين هم اللي كسبوا، 14 كسبت الجمهوريه و20، بالمناسبه بيمرن 20 سنه كابتن ابراهيم الجمال، ولكن لازم نقول له الف مبروك نجم النادي الاهلي وكابتن الفريق الدرجه الاولى السابق، ادى اللي عليه، عملوا مباراه كويسه وكسبوا البطوله او المباريات كلها بنتائج كبيره جدا، الف مبروك، اداء جيد ان شاء الله. منتظرين المزيد من قطاع الناشئين في كره السله بعد ان شاء الله ما يتم تصحيح الاوضاع اللي ممكن تكون محتاجه تدخل يعني. طيب هنروح نتكلم عن طبعا كره القدم، اكيد طبعا نتيجه امبارح نوعا ما الحمد لله ان احنا رجعنا بنتيجه تعادل، ولكن ان شاء الله المباراه القادمه كلنا ثقه في اللاعبين والجهاز الفني، وكلنا ثقه طبعا في الجماهير، جماهير النادي الاهلي اللي طبعا هتقفل الاستاد ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويكون المكسب حلفنا ان شاء الله يوم السبت القادم. كل التوفيق لفريق كره القدم. كان قبل ما اطلع لضيوفي في الاسكواش كان لازم طبعا اشارك مع حضراتكم هذه اللحظات الجميله والفرق اللي كسبت نبارك لها. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان استقبل ضيوفي نجوم الاسكواش المقبلين في قطاع الناشئين. كل النتائج كلها كانت نتائج ايجابيه، هيكون معنا كابتن احمد حسني المدير الفني ومجموعه كبيره من اللاعبين، هنتعرف من كل لاعب على انجازه السنه دي ونعرفه بحضراتكم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب طبعا بالمدير الفني للسكواش بالنادي الاهلي الكابتن احمد حسني. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك يا كابتن، ازي حضرتك؟ منورنا والف مليون مبروك، وسعيد بوجودك النهارده.
والله انا اسعد جدا ان انا موجود في بيتي وفي قناه النادي الاهلي ومع حضرتك قبل اي حاجه. ان شاء الله تبقى حلقه كويسه ونستعرض كل مجهودكم السنه دي ان شاء الله يا كابتن احمد باذن الله. يا رب ان شاء الله يبقى حاجه كويسه كده وتبسط الناس باذن الله. ان شاء الله. احنا معانا طبعا في الاستوديو امارات وولاد يعني زي القمر الصراحه، فريق 13 سنه او يعني مجموعه من فريق 13 سنه. برحب في البدايه بعلي عبد الفتاح. ازيك علي؟ الحمد لله. ومبروك على النتائج الحلوه دي. الله يبارك في حضرتك. ايوه كده، عايش، علي صوتك وخليك جامد. طبعا برحب بياسين فودة. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. مبروك يا حبيبي على النتائج دي والشغل العالي ده. الله يبارك في حضرتك. برحب بريم المغربي. ريم مبروك. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله كده تقطعي الدنيا ومنورانا يا حبيبي. ان شاء الله. كابتن احمد، يمكن الكثير ما يعرفش ان الاسكواش يعني لعبه صعبه ولعبه التنافس فيها من اصعب الالعاب. انت عندك تحت 11، تحت 13، تحت 15، وتحت 17، تحت 19، اعمار سنيه كتيره، ولاد وبنات، منافسات لا تنقطع، كل الانديه بتنافس بشراسه. يعني دينا كده ابرز النتائج السنه دي ايه واللي حققناها سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. والله بص حضرتك، انا حابب اقول ان السنه دي كان موسم استثنائي بالنسبه لنا جدا، لان احنا كنا ماسكين بقالنا فتره قليله، واول ما ابتدينا كده قابلنا طبعا شويه صعوبات في الاول من حجم الشغل اللي كان علينا، ان هو لازم يتبذل في وقت قصير. بس الحمد لله بصراحه الجهاز كله بلا استثناء يعني فعلا زي ما بنقول على قلب رجل واحد، كله اشتغل يعني على اعلى مستوى، فعلا طلع احسن من اللي عنده بكتير. يعني والله من الحاجات المهمه جدا اللي احنا اتعلمناها برضو في النادي الاهلي، ان كل واحد بيطلع اقصى حاجه عنده وبعد كده بتسيب النتيجه على ربنا. وده اكتر مثل حصل السنه دي، يعني من السنين فعلا الصعبه اللي انا شفتها. انا بقالي 27 سنه بلعب في النادي الاهلي. انت لاعب، انا كنت عايز اقول ان انت لاعب في النادي الاهلي. كنت السنه دي فعلا كانت صعبه، وفضل من ربنا كبير جدا، وبدعم طبعا مجلس الاداره اللي بيساندونا دايما في كل حاجه بصراحه. يعني ما فيش طلب، حتى لو بيتعمل لنا شويه حاجات بسيطه كده زياده بيحاولوا يقفوا جنبنا على قد ما يقدروا بصراحه. فلا، فالموسم كان صعب، عملنا نتائج مش عايز اقول لك ان انا نفسي ما كنتش متوقعها. خلي بالك بس هقول لك على حاجه، ده مؤشر مش وحش بصراحه. ان انت لا. ايه لا يعني ان انت دايما بتشتغل وما انتش باصص للنتيجه، ده مؤشر ان انت كنت شغال كويس. والله يعني الحمد لله سبحانه وتعالى فعلا شغالين 100%، ومش في دماغي اي حاجه غير ان احنا نحاول يعني نوصل لاحسن حاجه. بس الاهلي دايما مصعبه علينا، احنا ما بنعرفش غير على نمره واحد. طبعا فده يعني انت حتى لو خدت نمره اثنين انت مش كويس. مش كويس يعني، احنا عشان نبقى قاعدين مع حضرتك. صحيح. يعني صحيح. لا، فده اللي احنا فعلا لو احنا حسبناها بالثاني والثالث فعندنا منه كتير. لا لا، صعب. احنا دايما بندور على المدرب. ان احنا نخش بطوله الجمهوريه نطلع الحمد لله بحوالي 8 او 9 مراكز، ما شاء الله، واللاعبين مثلا مشاركين في بطوله بريتش اوبن، تعدد زي بطوله عالم، مسافرين فيها من 4 أو 5 لعيبه من النادي الاهلي. يعني لو انا بس ما كانش ذاكره شويه ممكن 6 لعيبه كمان، فده كان عدد كبير جدا. انت بتطلع من عندك مراحل سنيه مختلفه. طبعا على مراحل سنيه مختلفه، طلع 6 أو 7 لعيبه من عندك في النادي بيلعبوا بطوله عالم، فدي حاجه طبعا قويه جدا الحمد لله. فده توفيق من عند ربنا كبير جدا، وبصراحه ما فيش حد اثر في الجهاز الفني كله. يعني ما ينفعش انا اعمل ده لوحدي. صحيح. ده فعلا كلنا اشتغلنا مع بعض، كله طلع احسن حاجه عنده، ما بخلناش باي مجهود. فلا الحمد لله ربنا كرمنا جدا، حتى في بطوله الجمهوريه الاخيره في السيزون المراكز واخدين حوالي 3 أو 4 مراكز، اول 2 تاني، 1 تالت، 1 رابع. لا الحمد لله النتائج كانت احسن بكتير ما كنا نتخيل الحمد لله. خليني اقول لك، انت برضو راجل المهام الصعبه، اللي انت جيت بطلت فتره ورجعت لعبت تاني فتره. حصل. ولعبت ووصلت لمرحله كويسه في اللعب، وبعد كده رجعت تاني للتدريب. فانت دايما بتحب الميشنز اللي بيبقى فيها صعوبه، بيبقى فيها شويه كومبيتيشن كده. بتحب انت الموضوع ده اللي احنا دايما والله فعلا متعودين عليه. والجميله كابتن اللعيبه بتحبك، يعني انت عارف انا مش غريب على نسخه السكواش. طبعا انا عارف طبعا. واللعيبه بتحبك، يعني انا شايف اللعيبه بتحبك وتحترمك في نفس الوقت، يعني فدي ميزه ربنا سبحانه وتعالى. يعني هقول لك على حاجه، يعني احنا ما شفناش الكبار في النادي الاهلي بيعاملونا بطريقه وحشه. صحيح. فعمرنا ما بنعامل حد بطريقه وحشه، يعني ما تعودناش على ده في النادي. دايما الكبير بيحترم الصغير، والصغير بيحترم الكبير. ما بتبخلش على حد بمعلومه، لو عارف تساعد حد بتساعده. يعني فايه اللي هيخلي في روح وحشه؟ فدايما الدنيا كلها كلير في النادي، كل حاجه واضحه. ففعلا ما حدش متضايق من حد. حتى انا معايا ان شاء الله النهارده هقدمهم لحضرتك برده، فاروق وحمزه، هو اول وثاني 15 سنه، الماتش خلصان 3-2 11-9. شوف الروح، يا يعني فرق بوينت ولا 2 بوينت، شوف الروح اللي بينهم بره، الضحك والهزار وال رغم ان جوه الملعب مقطعين بعض سكواش. لا ده مقطعين بعض بس بره. ما شاء الله. لا حاجه جميله جدا والحمد لله. يعني ده اللي انا اتربيت عليه في النادي،
فده اللي انا بحاول انقله ليهم، يعني مش حاجه انا بعملها من عندي. لا ده حاجه لا جميله ونتائج تستحق ان احنا نحتفل بيكم النهارده. ربنا يخلي حضرتك. طب خلينا بقى نروح لاعب لاعب كده يا كابتن على 13. خلينا نروح لعلي. علي انت طبعا اول اليو اس اوبن، قول لي ايه القصه بقى، رحت عملت ايه يعني، احكي لي كده سافرت ازاي ورحت اشتركت هناك ازاي، قول لي كده كلمني بقى. هو في الاول كنا يعني بنجهز ان انا اسافر، بس حصل مشكله ان انا بابايا ما سافرش معايا، المفروض كان انا اسافر معايا بس هو ما سافرش عشان حصل مشكله في الفيزا يعني. فبعديها لما انت رحت طبعا كنت عامل ماتشات هنا كويس الاول، فانت خدت ترتيب حلو، فبقى من حقك تسافر. هما اصلا كانوا بيدونا ورقه توب 10، لازم يبقى في توب 10 عشان يدوك ورقه عشان تروح بقى تقدمها في الصفار. انت كنت في التوب 10. فاكر كنت كام قبل ما تروح بريتش اوبن؟ تقريبا سوري يو اس اوبن، كنت فاكر ايه؟ سبعة او ستة تقريبا. سبحان الله. رحت بابا ما جاش معاك، ما اتضايقتش؟ قلت يا نهار اسود ده بابا مش جاي معايا، ده انا هعمل ايه وبتاع وخفت وكده؟ لا ده انا كنت حاسس ان ده يعني مخليني ابقى حاسس ان انا عليا مسؤوليه اكتر، ان انا احاول اعمل احسن حاجه عندي. وعايز تفرح بابا طبعا عشان هو ما جاش. طيب روح تحكي لي بقى من اول ما كنت لا جميل لا وماما حلو وماما لا طبعا لسه لا لسه جاي لسه جاي. طيب انت لما رحت ركبت الطياره كنت مسافر مع مين بقى؟ مين كان معاك؟ هو كنا الاول مسافرين مع كذا يعني برضو ناس كانت مسافره زي تيمز مع بعض. جروبات يعني كان 3 4 تقريبا احنا مسافرين على نفس الطياره. ولما رحت هناك بقى قعدنا برضو في نفس المكان. اول مره تركب طياره علي؟ لا بس كنت بركب زمان وانا صغير يعني بس بس كان يعني يعني مثلا من هنا شرم الشيخ كده مش بس ركبتها. ركبتها تمام ممتاز. بس وبعديها لما رحنا هناك برضو كنا قاعدين في نفس المكان. بس هو هناك يعني كان الموضوع حلو يعني، حسيت ان انا لعبت احسن حاجه وعملت اللي عليا. عمل نتائج مبهره عادي في البطوله. طيب انت رحت هناك الحمد لله كل مباراه كسبتها الحمد لله. وطلعت لغايه ما وصلت الفاينل، فاكر الفاينل كان مع مين؟ فاينل كان مع واحد مصري. مصري برضه؟ علي طلب. وكان ترتيبه احسن منك قبل ما تسافر؟ هو كان تقريبا 4 أو 5. يا سبحانك يا رب. وكسبت، فاكر كسبت قد ايه؟ كان 3-2. هو كان ماتش يعني ماشي بجيم بجيم يعني. فالحمد لله عرفت اكسب 3-2، ويعني كان فرق نقطتين حرفيا. كان واقف معاك كوتش علي ولا كنت لوحدك؟ لا كان واقف معايا كوتش، وكان معايا واقف معايا اصحابي يعني. كان لا كوتش كان بيطلعوا البطولات دي انفيدوال. لا مفيش كوتشات غير البريتش اوبن شويه. غير البريتش اوبن بس انت مفيش كوتشز، كان معاك كان صحابك وكان في مدرب تعرفه هو كان واقف معاك وخلاص. يعني كان بيشجعني بس يعني بيشجعك، انما انت كنت معتمد وبتفكر لوحدك وكل حاجه. كنت. طب انت اول ما خلصت الماتش وكسبت عملت ايه؟ والله انا يعني كان نزل دموع فرحه مش عارف طبعًا ليه كده. طبعا يا حبيبي طبعا. واول حاجه كلمت بابايا ومامتي وفرحتهم بقى. قعدوا يعيطوا بقى في التليفون وكده يعني. مامتي بس، بابايا لا. هو كان كانت قاعده بتدعي لك. هو اصلا كان في مشكله في اللايف، فما كانواش عارفين يتفرجوا، بس كان سكور بس. فهم بقى كانوا قلقانين جدا، فاول ما كلمتهم بقى كانوا فرحانين قوي. معلش يا حبيبي، هم طبعا بيدعوا لك بس الف مبروك، انت مبسوط، وخلي بالك اللي بيبتدي جامد ده بكل الانظار بتبقى عليه. طب ان شاء الله هتبقى. طب عملت ايه في الجمهوريه بقى؟ الجمهوريه انا كنت لسه طالع 15 يعني. لا خلاص كان بقالي شهرين. اول بطوله ثانيه. لا خلاص يبقى ما ينفعش. ما اقدرش اسالك انت عملت ايه، لا انت لسه طالع. انا فاهم برضو الساده المشاهدين، لما بيطلع واحد من سن لسن اعلى بيكون بيلعب مع اللي اكبر منه بسنتين، ففي البدايه اول شهرين ثلاثه او اول 5 6 شهور مش مطالب منه رانك، لانه بيبقى بيلعب مع لعيب اقوى واكبر منه. بس دلوقتي يعني بعد بس انت لما طلعت بقى من 13 ل 15 اخر ترتيب ليك كان اول؟ لا ال 13 كان خامس تقريبا. خامس حلو يعني انت برضه في التوب 10. ممتاز جدا. ودلوقتي برضه تحت 15 لعبت بطولتين او ثلاثه، ودلوقتي رقم 20. ايه ده ما شاء الله، ده دخل بسرعه ما شاء الله. لا دخل بسرعه ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر عليك يا علي. لا انت ان شاء الله مشروع لعيب كويس، وانا بقى اجي اتفرج عليك باذن الله. نجي لك بقى ياسين بقى. ايه ياسين موضوع الفرنش بقى، وان احنا ناخد ذهب بقى وميداليه اولى؟ والله انا في البدايه ما كنتش متوقع اي حاجه من كده. لا ما تقولش. انا يوم خارج من المدرسه لقيت ماما وبابا بيقولوا لي ياسين انت هتسافر بطوله فرنسا. انا ساعتها مفاجاه. دي كانت مفاجاه. انا مش عايز اقول لك انا فرحت ازاي. لا بجد والله. وكان عليا مسؤوليه كبيره قوي ساعتها، لان انا كنت لسه بادئ مع كابتن احمد حسني وكده، وكنت لسه داخل بدايه الفريق. فكان عليا مسؤوليه ان انا اول ما ادخل الحمد لله اثبت نفسي في الفريق. وان انا لما سمعت كده انا شفت ان دي الفرصه الوحيده اللي انا ممكن اثبت فيها نفسي. برافو عليك يا حبيبي. كنت رايح البطوله مع عمتي وبابايا بس الحمد لله، فمن غير كوتشنج. انت رحت مع باباك ومامتك وسافرتوا مع بعض فرنسا. طب انت كنت متخيل انت هتاخد ذهب؟
انا كنت واثق من قدراتي ومن نفسي، بس طبعا الموضوع في اخر في ايد ربنا بالقدر. فانا طبعا كان نفسي، وكنت مسؤول جدا، كنت بحاول ان انا كل ماتش العبه باحسن طاقه باحسن اجتهاد واجتهد. فاكر الماتشات عشان ربنا يكرمني. فاكر الماتشات الحمد لله. طب ايه اصعب ماتش الفاينل كان؟ لا إيه اصعب ماتش كان ماتش دور الثمانية. ليه بقى بتقول كده؟ كنت بلاعب ولد اسمه تيتوان، هو بطل من فرنسا. هو كسب بطوله الجمهوريه في فرنسا تحت 13 سنه. ده كان اصعب ماتش بالنسبه لي، لان الولد حسيته بيلعب زي المصريين، كان دايما بيحط دروب شوت وينزل ويجري، ومش بيلعب زي ما الناس الاجنبيين معروفين بره بستريت وكروس. يعني افضل اللعب المصري اصعب سنين شويه اللعب المصري. ايوه، فهو كان بيلعب زينا. فطبعا انا كنت عليا ضغط وكنت مضغوط، بس الحمد لله قدرت اكسب 3 لوف. حقيقة البطولة دي يعني اديت اداء كويس جدا، كسبت ماتشاتي كلها 3 لوف. فاكر الفاينل؟ ما خسرتش ولا. انا فاكر الفاينل لانها كنت بلعب ضد واحد مصري. مصري؟ ما دي بتبقى صعبة. بس هو متسجل بجنسية قطر، هو مصري وراح قطر. اسمه عمر فرج. انا بعد ما كسبت ما تقدرش تسالني عملت ايه، لان هو كان زي ما تقول يعني من نفس دمي او مسلم وكده. فما قدرتش ان انا احتفل قوي، تمام، بس طبعا كنت مبسوط جدا من جوايا، وكنت مبسوطه ان انا فرحت مامتي وبابا. عملت على بابا وماما ولا عملت ايه؟ لا انا قعدت انط على الحيطه. طيب وعملت ايه بقى؟ طب انت لما خلصت وخدت الميداليه، وطبعا انت متصور بقى صور كتير هناك بقى. صح مش كده؟ صح. طيب بابا وماما قالوا لك ايه بعد البطوله وانت راجع معاهم في البطوله؟ بابا وماما كانوا فرحانين لي قوي، قالوا لي مبروك ياسين، انت اجتهدت وربنا اداك على قد اجتهادك الحمد لله يعني. وصراحه كنت مبسوط وقدرت ان انا بعديها احقق انجازات كتير جدا. ياسين انت شاطر في المدرسه صح؟ نضاره يعني؟ الله اكبر. لا مش عشان كده، انت الله اكبر، واضح ان انت ملتزم، واضح ان انت ما شاء الله يعني تربيه زي ما بيقولوا يعني عاليه ما شاء الله. الله اكبر عليك. شكرا. طيب طبعا الفضل كله لماما وبابا يعني، ما اقدرش اقول غير كده. ربنا يخليهم لك. ليك اخوات؟ ليا اخوات، عندي اخ صغير اصغر مني بخمس سنين، واختي اصغر مني بثمان سنين. بيلعبوا سكواش؟ اخويا اشول. طب ليه كده يا حبيبي؟ اختي زي ما تقول كده تقعد تاخد المضارب بقى وتدخل تلعب في الملعب وكده. كلكم بتروحوا مع بعض التدريبات وبتاع. طب وانت مبسوط بتلعب في الاهلي؟ طبعا انا ده شرف ليا ان انا ابقى المدير بتاع الفني بتاعي كابتن احمد حسني، وان انا اكون في الفريق ده والناجح ده، وان انا طبعا ده شرف كبير ليا ان انا بلعب باسم النادي الاهلي. يا حبيبي ربنا يوفقك يا حبيبي والله. شكرا. لا حاجه جميله ما شاء الله علي، الله اكبر عليه. وياسين ما شاء الله. لا انت ما شاء الله مختار يا كابتن اللعيبه. لا والله هم فعلا حاجه، عايز اقول لك هم قمه الادب بجد والله، والاحترام يعني مبالغ فيه مش هزار يعني. هم مش عشان لايف ولا كده، هم فعلا مؤدبين ومحترمين جدا حتى في الملعب. انا شايف يعني، أنا شايف. لا جمال يعني، واضح ايه المشكله دي اللي شايفها شويه. لا اروح لريم بقى. ايه ما شاء الله، الله اكبر عليها. يا ريم كنت انت معانا في حلقه قبل كده يا ريم. انت خدتي تاني البريتش اوبن. دي عامله زي بطوله العالم، لان طبعا اللي بيروحها الرانكينج على مستوى العالم كله. احكي لي القصه بقى من اول ما سافرتي ورحتي، ومين كان معاكي، وحكايه الاصابه. لا عايزك بقى كده ايه، ترجع بقى ظهرك لورا على الكرسي كده وتحكي لي بقى واحده واحده. هو طبعا قبل ما انا اسافر اصلا ب 10 ايام كنت بلعب بطوله هنا، ان انا يعني اشوف نفسي ابقى كويسه للبطوله البريتش ولا لا. يعني بطوله اعداد ولا تصفيات؟ زي اعداد. زي اعداد، تمام. فلما لعبتها انا من اول ماتش كنت انا حاسه بشد اصلا في رجليا، فبدات في الخلفيه. حاولت العب ولا في الخلفيه؟ حاولت العب على قد ما اقدر. لعبت كنت كسبانه تقريبا 7-5 حاجه كده، جالي مزق في رجليا. لا اول ماتش ولا امتى؟ اول جيم. اول ماتش. اول جيم راحت هناك. لا قبل ما نسافر بثمان ايام تسعة ايام. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. جالك مزق؟ كانت في رجلك اليمين ولا الشمال؟ لا اليمين. انت بتلعبي ايديك اليمين ولا الشمال؟ اليمين. يبقى ده رجل من اللي بترتكز عليها جدا. ده هو ده الشغل كله. ما انا بالظبط، ما انا بقول لك انا بعرف ايديها اليمين ولا الشمال واني رجل عشان اعرف دي الرجل اللي عليها كل الارتكازات. طيب وبعدين؟ طبعا احنا كنا متخيلين ان انا ممكن ما اسافرش اصلا عشان مش هقدر العب هناك. ما كنتش بعرف اطعن، كنت بضرب السيرف اصلا ما كنتش بعرف اطعن خالص. فطبعا كل ايام ما لعبتش خالص قبل البطوله كنت بمشي بس. يا نهار ابيض. طبعا مع علاج طبيعي بقى وكده. طب وبابا وماما عملوا ايه؟ ده كلام كان احباط غير طبيعي. صح مش كده؟ طب ولما اتكلمت مع كابتن احمد قال لك ايه؟ يعني حاولنا، قال لي العبي اللي عليكي، طبعا كلنا معاك هناك، اعملي اللي عليكي بس هناك وان شاء الله ربنا يكرمك. وسافرتي وكان كابتن احمد كنت معاه هناك؟ وسافر وطلعت وركبت الطياره. طب احكي لي بقى من اول ما ركبت الطياره وصلت لغايه هناك ولعبت اول ماتش مين؟ لا كلميني بقى في البطوله، ده بقى قبل البطوله انت اتصابتي.
وكان معروف ان انت رايحه لو يعني كسبت جيم يبقى رضا لان انت مصابه ومجرد مشاركتك في البريتش فهو ده شرف، انما انت رايحه مش في دماغك اي نتيجه. قولي لي عملت ايه بقى ماتش ورا التاني، ايه اللي حصل؟ يعني انا دخلت اول ماتش كان صعب شويه لان كنت بلعب مع واحده من امريكا، فكنت طبعا انا قلقانه لان ده اول ماتش كنا لسه بحاول اتاقلم مع اللعب هناك طبعا. فلما لعبت حاولت عملت عليا وكسبت الحمد لله 3 كسبت اول ماتش. طب ورجلك كانت عامله ايه ساعتها؟ كانت كويسه، كنت خفيت شويه كانت كويسه. طب يعني ازاي كنت بتتغلبي ما تطعنيش على رجل الجامد؟ كنت واخد بالك شايله الحمل كله على رجلي الشمال. كابتن احمد كان بيقول لك العابي في حتت معينه. انا عايز اقول حاجه بجد، هي انا ريم قبل السفر ده بالثمان تسع ايام دول فعلا كانت شبه جلسه الصبح وجلسه بالليل. ما بنعرفش سكواش خالص 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 يعني. لا لا لا، هي سايبين المضرب احنا بنعالج الاجابيه بس ما بنعملش حاجه خالص. وبعديها فكرنا طبعا ما نسافرش، ده ومش كلام، فكرنا جديا ما نسافرش. بعد كده قلنا طب ما خلاص، ما حرام هي اسمها في البطوله اول مره تسافر. بعد كده اتكلمنا ان احنا هنا عملنا علاج طبيعي، وقلت لبابا طب واحنا هناك برضو هنشوف دكاتره يكونوا اجانب متابعه البطوله متخصصين ونشوف كده لو حاجه اسرع يعني مثلا ممكن تفيدنا شويه الهيلينج اسرع. كملنا بصراحه هناك شويه يعني، حاولنا ولبست زي الفخده دي او كده من العضله شويه وتوكلنا على الله. بس حق ربنا بجد بقى، هي عمرها ما بتسمع الكلام بسهوله. اول بطوله تنفذ الكلام بحذافير يا سبحانك بالملي. يا رب خلي بالك لما الواحد بيبقى مصاب عايز المدرب يقول له حاجه يعملها بالملي 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 يعني. يعني هي لعبت كوره غلط طعنت قامت جايبه الصاد، فقلت لك يعني خلاص الموضوع خلص ونفذت يا ريم الكلام اللي كانت. لا هي غلطه طول البطوله. طيب مشيتي وطبعا محدش عارف بقى ومخبين على الناس كلها ان احنا يعني عندنا في أصابة. شويه ناس كانت عارفه. طيب ومشيتي لغايه ما وصلتي الفاينل، لعبتي الفاينل مع مين؟ مع واحده مصريه. اكيد كانت عارفه اصابتك طبعا. هي كانت عارفه طبعا. شكرا شكرا. فطبعا اديتك كل حاجه على رجلك المصابه. شكرا شكرا. ايوه تمام ماشي يلا مش مشكله. طب انت عملت ايه فكره في الماتش ده؟ هو انا في الماتش ده يعني اول جيم كنت طبعا حاسه اني مش هقدر، لان انا اصلا كنت الماتشات كلها حاولت. فالماتش ده اخر جيم ما كنتش قادره خالص. بس برافو عليكي واصله فاينل الحمد لله، يعني ده حاجه كويسه جدا جدا. انت مبسوطه انك خدتي تاني صح؟ الحمد لله. ويعني اول مشاركه ليكي في البريتش، ودي مش هتبقى اخر مشاركه ليكي ان شاء الله. طب عامله ايه في مصر؟ عملتي يعني انا سمعت ان انت برضو يعني قبل ما تسافري البطوله دي كنت عامله ماتشات حلوه كمان، عامله بطولات كويسه. لعبت بطوله كده قبليها كانت بطوله وادي دجله. صعبه. كانت صعبه كانت دي لان انا كنت مش من توب 5 فكنت لازم انا اكسب البطوله دي عشان ابقى من توب 5 عشان اسافر. وكسبتيها. الحمد لله. طيب ودلوقتي انت اتسعرتي من السن اللي انت فيها دي؟ طلعتي كام دلوقتي؟ 15؟ 15. دي اول سنه ليكي؟ بقى يعني عملتي فيها رانك ولا لسه؟ يعني دلوقتي رانكي 36 عشان لسه طالعه. انت السنه الجايه بقى هتبقى قديمه، هتبقى تاخديها من الاول تعملي فيها رانك كويس ان شاء الله. طب كابتن يعني انت مطمن على مستقبل الاسكواش في النادي الاهلي كمدير فني؟ الحمد لله فعلا عندنا اجيال طالعه، وما شاء الله كمان الاكاديميه بتطلع لعيبه. يعني ان شاء الله في ناس من اللي داخلين ان شاء الله بعد الفقره دي معانا لعيبه من الاكاديمي طالعه، فاحنا الحمد لله كمان مش بنعتمد قوي على البرة. ما انا لسه قايل الكلام ده، بنعتمد دايما على اولاد النادي. فلا الحمد لله الاجيال اللي جايه مطمئنه ومشرفه باذن الله ان شاء الله. خلاص انا بشكرك طبعا يا علي، نورتني وشرفتني وسعيد بيك والف مبروك يا حبيبي. انا والله اتشرفت بحضرتك. طبعا مبروك ياسين، نورتيني وشرفتيني ودايما كده يعني ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا حبيبي. شكرا. ريم طبعا نورتيني وشرفتيني ومن نجاح لنجاح ان شاء الله، وعايش كؤوس كتيره بقى في الاستوديو باذن الله. ان شاء الله. كابتن احمد حضرتك مكمل معايا طبعا الفقره اللي جايه. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي مؤسسه كبيره زي ما حضراتكم شايفين، الله اكبر يعني لعبتنا عامله ازاي في السكواش، ودي حاجه يعني ما بيزعلهاش ماتشات وما بتشوفهاش، ولكن هي جهد كبير بيبذل ونتائج جيده. نطلع لفاصل هنضم الينا مجموعه من اللاعبين واللاعبات ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه احنا معانا اعمار سنيه مختلفه. يعني الفقره اللي فاتت كان معانا 13 سنه وحضرتك شفتوا النتائج سواء اولاد او بنات النتائج كانت كويسه جدا. النهارده معايا دلوقتي او الفقره دي في الاستوديو معايا تحت 15 وتحت 19 مجموعه من اللاعبين الحقيقه الله اكبر نتائج مبهره مبهره بمعنى الكلمه. يعني برحب بالبدايه طبعا بلاعب النادي الاهلي تحت 19 سنه يحيى ابو ري. اهلا بيك يا يحيى. مبروك على النتائج الجيده والشغل العالي ده. الله يبارك في حضرتك. برحب طبعا بفاروق احمد فاروق لاعب النادي الاهلي طبعا تحت 15 سنه. اهلا بيك يا فاروق. اهلا بيك. دي المره الثانيه اللي تنورني فيها يا فاروق. بس انت ما شاء الله كبرت بقى. الله اكبر عليك. مبروك على النتائج الجميله دي. شكرا. برحب طبعا بحمزه الشرباجي. حمزه منورني يا حبيبي والف مليون مبروك. مرحبا بك. انتوا الاثنين بتلعبوا تحت 15 صح؟ تمام. طبعا هبتدي بيحيى. يحيى تحت 19 انت شاركت الموسم اللي فات في عدد كبير قوي من بطولات سواء المحليه او حتى الدوليه. انت شاركت في بطوله عالم، شاركت في البريتش اوبن طبعا، الجمهوريه اللي فاتت انت واخد ثالث ما شاء الله مخلصها، يعني متفوق على لعيبه سبقوك حتى في البطولتين اللي فاتوا دول. كلمني على اول بطوله ليك كانت مهمه السنه دي، اللي هي كانت ايه اول بطوله فاكرها؟ السنه دي كانت اهم بطوله طبعا. اي لعيب بيلعب السيزون كله يعني بيبقى طويل قوي، بس طبعا اهم بطوله بتبقى الجمهوريه. تمام. بس دي كانت اخر بطوله. لا اول بطوله كانت مهمه، كانت منطقه الجيزه طبعا. كانت اول بطوله كبيره. اول بطوله في السيزون. لعبت فيها كويس واتمرنت، يعني كلنا بصراحه كنا بنتمرن بشكل كويس. كنت الكباتن كلها كانت عامله شغل بصراحه، يعني 10 على 10. ما كانش فيه اي مجال ان حد مثلا يتمرقع مثلا في تمرين او اي. وصلت لكام فيها؟ خدت فيها مركز ثاني، لعبت فاينل وخدت فيها مركز ثاني الحمد لله. طيب وبعد كده دي اللي اهلتك للبريتش اوبن ولا؟ البطولات بقى اول خمس بطولات في السيزون هم اللي بيأهلوا البريتش اوبن. كان رانكي ساعتها رقم 2 او رقم 3. كويس، حلو جدا. فدي اهلتك للبريتش اوبن. رحت البريتش اوبن وبرده كان عندك اصابه شديده جات لك في دور الكوارتر فاينل مظبوط؟ جالي. طب كلمني عنها. ايه الاصابه؟ هو اصلا الاصابه يعني هي في السمانه، هي بتبقى حاجه يعني مزمنه محتاجه ان هي اصلا عمليه وكده. فطبعا انا مش هقدر ان انا اعملها في السيزون لان انا هوقف كتير قوي. فاضطريت ان انا العب بيها، وكنت العب بيها من اول بطوله اصلا. بس طبعا بقى بعد ماتش، يعني بعد ماتش وكده بتبدا بقى الحوار بيبقى صعب قوي. كملت ماتش دور الثمانية ده ولا كملته؟ عشان انا كنت تعبان جدا. بس زعلت يا يحيى؟ قوي بصراحه. معلش يا حبيبي معلش. بص وعادي قهر عشان كده بشوفه بيتكلم. بص اول ما قلت له زعلت قال لي قوي. هو يعني بتبقى صعب على اللعيبه. انا عارف يا حبيبي ولا يهمك، بس خلي بالك كل المدربين عارفين انت مين والمدربين الفنيين عارفين انت مين. هتيجي صدقني، هتيجي ان شاء الله. طيب انت رجعت والحمد لله عالجت نفسك كويس ولا لسه محتاج تعمل العمليه دي؟ لا لسه محتاج اعملها كده كده، بس هو يعني السيزون خلاص خلص. فبقى ان شاء الله في وقت ان انا اعملها يعني الحمد لله. طيب بطوله العالم شاركت فيها بعد البريتش اوبن ولا؟ بطوله العالم السنه دي لا ما عرفتش اشارك فيها. انا بقى اخر واحده لعبتها كانت امتى بطوله العالم؟ كانت السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. يعني هي كانت قبل البريتش اوبن. عملت فيها ايه برضه يا يحيى؟ طلعت من دور ال 16، خسرت من الولد اللي هو فرنسي اسمه ميلفيل. اللي هو خد ثالث. يعني وقرعتك جابتك في حد جامد. انا كانت اول مره طبعا اسافر اصلا بره وكده، فما كانش رانكي حلو. فبس بس خليني اقول لك ان انت كيرفك تصاعدي. يعني الله اكبر. يعني خليني انا راجل رياضي يعني بقول لحضرتك ان انت بدات بطوله عالم دور ال 16، البريتش اوبن وصلت دور الثمانيه برغم اصابه. يعني لو ما كانش عندك اصابه كنت ممكن تروح لادوار ابعد من كده. الجمهوريه خدت ثالث. فالنهارده الله اكبر انت ماشي بكيرف تصاعدي. ما تزعلش ان انت في اصابه عطلت. لا الحمد لله. الحمد لله. اللعيبه الرجاله بتدوس على نفسها في الملعب قوي. واضح. لا بيموت نفسه يعني. فربنا ان شاء الله يوفقه في اللي جاي كده، وما يزعلش على اللي فات ولا اللي حصل يعني، وربنا يكرمه في اللي جاي. حقق نتائج كويسه جدا. انت بتتكلم على حد بس انا عارف ان هو منتاليتي اقوى من كده ونفسه يبقى في حته احسن من كده. بس يعني الظروف ما ساعدتوش شويه الفتره الاخيره بسبب الاصابه دي. فالحمد لله قدر الله. بس انا اديك نصيحه عليها ان شاء الله عشان تبتدي الموسم، حتى لو اخرتك شويه بس بعد كده هتديك على اللونج تيرم، يعني هتديك اريحيه في لعبك قوي ان شاء الله. كل التوفيق ليك يا يحيى ان شاء الله. شكرا. وعايش النتائج الحلوه دي. شكرا. فاروق اجي لك. يعني انت ما شاء الله اول وثاني جمهوريه قاعدين معايا. كان نهائي اهلاوي يعني على اقتدار. يعني كلمني عن بطولاتك السنه دي المهمه اللي انت لعبتها فاروق، وايه اللي وصلك في الاخر توصل الجمهوريه الله اكبر اول؟ يعني كلمني عن مشوارك، قول لي بدات اشتغلت ازاي؟ انا في اول سيزون كنت بلعب اول بطوله كويس قوي. فاكر كانت ايه؟ كبتوت منطقه الجيزه برضه. ما شاء الله. انا اخدت فيها رابع. كنت بلعب مع ناس اكبر مني ساعتها. كنت لسه انت بتصعد 15. كنت لسه بلعب. يعني اول بطوله ليا من 15. صعب.
وتاني بطوله كنت بلعبها كنت المفروض بقى ايه اكسبها عشان اطلع بريتش، فانا خسرت تاني ماتش عشان كان عندي اصابه، كان عندي اصابه في الخلفيه. طبعا كانت في كتفك ولا فين؟ لا كان في الخلفيه. مع الاصابات بتعطل الاسكواش لعبه عنيفه جدا جدا. طب ما توفقتش في البطوله دي. فالرانك بتاعك اتاخر شويه. اتاخر. طيب بعد كده عالجت نفسك والحمد لله رجليك خفت. ايه بقى البطولات اللي خليتك ترجع تاني كده توصل تبقى بطل جمهوريه؟ انا بس يعني بعد كده تعبت بطوله بقى اللي هي المفروض بقى اللي انا فيها حلو عشان اطلع بيها بريتش، انا خدت فيها دخلت فيها في دور الثمانيه. دور الثمانيه. عشان لسه يعني اصابه لسه طبعًا. لسه موجود. طبعا. بعد كده لعبت بريتش خسرت من السيمي فاينل خدت رابع. بس كنت برابع شهر ما شاء الله انت يعني رابع بريتش اوبن كانت دي تحت 15 بقى. ايوه بس ما شاء الله. طيب وبعد كده رجعت اشتركت في كذا بطوله بعد كده رحت وصلت للجمهوريه. ايوه كنت متوقع ان انت تاخد اول جمهوريه؟ ان شاء الله يعني كنت متوقع. بس انا قبليها كنت بلعب بطوله كاس مصر بطوله منطقه القاهره عملت فيها كاس مصر اخدتهم الاثنين يعني كسبتهم ما شاء الله. طب انت يعني ما شاء الله اكبر يا فاروق انت كنت معايا تقريبا من سنه ونص او سنتين وكان دي احلامك انك تكمل وتطلع وتلعب بريتش اوبن فاكر لما اتكلمنا وقلت ان انا عايز العب وعايز العب بطوله عالم بعد سنه ونص او سنتين انت تقيم ده ازاي؟ انت مبسوط شايف ان انت ماشي صح محتاج تبذل مجهود اكتر؟ ان شاء الله انا ماشي صح يعني وان شاء الله ادخل بطوله عالم وسبب. طب ايه بقى توجيهات كابتن احمد ليك دايما بتحصل ايه دايما بيوجهك ولا انت ولا هو من اللعيبه الرجاله اللي دايما؟ لا هو من اللعيبه طبعا رجاله بصراحه ومجتهد وبيعمل اللي عليه بس متعب هو ده لعلمك هو ده هم الاثنين اصحاب هم الاثنين بس بيموتوا بعض في الملعب ويجننوني انا بره الملعب يلعبوا ويجننوك بره ده مش طبيعي يعني مثلا لو سافرين بطوله يا ابني نام يا ابني سيب التليفون يا ابني مش عارف يا كابتن ثانيه واحده ثانيه واحده يا ابني احنا مش قاعدين في حضانه يا ابني ركز كده طول اليوم بس اقول لك يا كابتن هو بيبقى ساعات اللعيبه المميزه ساعات يعني انا اتصور ان يحيى ملتزم ممكن شويه ممكن في لعيبه اللي بيبقى عندهم حته السوبر انرجي شويه بتلاقيه عندهم السوبر انرجي ده في المخ برضه ده حقيقي فبتلاقي شويه اللي الفولت عالي شويه طب قول لي يا فاروق يعني اللي جاي ايه بقى انت بتفكر ايه في اللي جاي عايز تعمل ايه قول لي احنا بنعمل كاش ان شاء الله يعني انا بفكر اطلع بطوله عالم ناشئين طب دي التاهل ليها ازاي قول لي اصل انا لسه لعب تصفيات بتوت عالم ناشئين وكنت بلعب مع يحيى ما هو الاتحاد عامل نظام كده ان هم بياخدوا مثلا اول 15 سنه واول 17 سوري واول 3 من 19 يصفوا علشان بطوله العالم فهو كان الحمد لله لما كسب البطوله فبقى نمره واحد ايوه فلما كده خدوه يصفوا فهو طبعا بالنسبه له كان شوك كبيره جدا ان هو رايح يصفي ايه ده انا بلعب مع مين؟ مع مين؟ انا مش فاهم حاجه مش فاهم حاجه ده حقيقي بس السوفت وير بس دي بتدي يعني اكسبيرينس حلو قوي يعني هو دلوقتي اول حاجه ما سالته هو انا عايز اطلع بطوله العالم اللي جاي هي دي الحاجه الكبيره اللي هو استفادها السنه دي من ان هو راح يصفي عينه فتحت بالظبط عينه شاف فتحت. حاجه ما كانش لسه فاهم ان هي بعيده فدلوقتي لا يعني انا مبسوط ان هو راح حاجه زي دي عشان يبقى في دماغه ان انا عايز اخش بطوله العالم ما شاء الله ده ممكن يعني يلعب 3 4 بطولات عالم يعني يعمل هيستوري ما قويه باذن الله بس هو ان شاء الله هيسيب التليفون هو قاعدني على الهواء هيسيب التليفون يا ريت بس الحلو يا كابتن ان انت عايش حاله كل لاعب يعني انت فاهم هو بيبص لايه لا دول بجد يعني اتربى على لا حبايبي يعني فاروق ده من وانا بلعب يعني لا هو مجنني من وانا بلعب مجننك اخش اروح اتمرن منه والله يا نهار ابيض جاي قاعد لي قدام الملعب جنب يبعد جنب مش عارف العب حلو حلو من هو قد كده حلو لا لا جاي لا فالحمد لله دي بجد الروح اللي موجوده دايما بينا يعني مش فكره بقى مدير فني ولا اي حاجه لا انا اخوهم الكبير في طبعا احترام متبادل هم رجاله يسمعوا الكلام لان وقت الجد طبعا بيبقى ليا شكل مختلف تماما غير اللي احنا قاعدين بنضحك وبنهزر صحيح بس هم بصراحه في التمرين برضو رجاله تسمح لي اقول لك حاجه يا كابتن انا عمري ما بعلق على اختيارات المديرين الفنيين في البرنامج عندي وببقى دايما على الحياد ودايما اثق في اختيارات النشاط الرياضي ولكن من القرارات الجميله بصراحه وهو اختيارك مدير فني للسكواش ودي من الله يخلي حضرتك من القرارات اللي انا يعني شفت ان هي يعني حاجه بوزيتيف جدا لان انا عارف من كابتن احمد حسن انا هقول لك على حاجه عمري يعني في حياتي ما قلتها يعني بس بجد والله ومش كلام عشان مش عشان في النادي وما كنتش احب اقوله وانا مدير فني بس انا هقوله حتى يعني اكيد هيجي يوم مش هبقى موجود طبعا بس هو بجد النادي الاهلي والله اضافه لاي بني ادم يعدي من على البوابه بتاعته لان ده الكلام اللي انا بقوله لهم حتى في التمرين لان حصل موقف كده متخاذل مره في الدوري طبعا هم كانوا هينزلوا يروحوا من اسكندريه مشي لا هم شافوا حاجه بس دي كانت تيرنينج بوينت ايوه
كانت ايوه ايوه حصل دي كانت دي كانت تيرنينج بوينت كبيره جدا في الدوري، لان اللي كسب ساعتها الدوري كان دجله، بس اللي حصل احنا 5-5 معاهم، هم بطلوع الروح دجله ده ما حدش بياخد منهم ايفنتين على بعض. انا عارف بطلوع الروح هم مخلصين الماتش، بس احنا جايين السيزون الجاي ان شاء الله. ان شاء الله جايين. لا باذنك يا رب. فبجد دايما بفهمهم ان النادي الاهلي هو اللي بيضيف لكم. انا اسف يعني احنا النهارده موجودين في النادي الاهلي، هو النادي الاهلي مش واقف على حد، النادي الاهلي هو دايما اللي بيضيف لك، انت بتتشرف ان هو دايما في ظهرك ومعاك. يعني حتى ان شاء الله في الفقره اللي جايه في لعيب معانا سيف، النادي الاهلي واقف معاه وقفه مختلفه كده في حاجه اتظلم فيها من ناحيه الاتحاد في حاجه. خلينا سيف بس خلينا نروح لحمزه. حمزه قول لي بقى الموسم بتاعك كان عامل ازاي؟ ابتديت ازاي؟ انا ابتديت الموسم وحش شويه، خسرت فيرست راوند. انا كنت مندرو اول 16 على مصر، وانا كنت بتخش مندرو على طول. مندرو مش في التصفيات، مش على دور 16 على طول، استنى اللي جاي لك من الدرول اللي هو التصفيات. تمام. اللي خسرت من فيرست راوند بطوله منطقه الجيزه، دي مفاجاه دي فيرست راوند. طب دي ليه تفسيرك ليه؟ انا مش عارف، حاجه حصلت غريبه كده، كل الناس كانت مش مصدقه. بس انت كنت احسن منه يعني، انت احسن من اللعيب اللي انت لعبته كل المقاييس يعني. طيب بس ساعات البدايات السيئه دي بتبقى زي ما بيقولوا شوك بيفوقك. حصل ده حصل. ايه اللي حصل بعديه بقى؟ حصل لعبت بعديها بطوله، مش فاكر الصراحه، مش قادر افتكر بطوله ايه بالظبط، بس انا اول بطوله خدت فيها مركز يعني في اول سيزون كانت بطوله الجزيره خدت فيها ثالث. كنت تحولت بقى خلاص. كنت كسبان يعني، كسبان ناس تقيله، هم كانوا اعلى مني في الرانك، وكنت انا كنت داخل ساعتها البطوله مندرو كانت زق او بالعافيه عشان كانت مقسومه على بطولتين طبعا، والحمد لله يعني وقدرت اوصل للسيمي فاينل بعد لعبت ناس يعني ناس مش قليله خالص في اللعبه يعني. حسنت الرانك بتاعك بطوله الجزيره؟ حسنت ان هو في الاخر طلع بريتش اوبن، هم بياخدوا اول خمسه، هو طلع نمره اثنين. ما شاء الله بعد ما بدات بدايه وحشه بس عوض، بدات عمل معجزه. طب ايه بعد الجزيره اللي خلاك توصل للتاني برضه؟ بعد الجزيره وصلت دجله. خدت فيها كام؟ خدت فيها تاني ما شاء الله، ثالث في تاني، علت الرانك بتاعك قوي، دخلتك تاني على اول خمسه. انا لعبت رقم واحد في سني في الفاينل، ربنا ما كانش رايد اللي انا اكسب، فالحمد لله يعني. طب رحت البريتش اوبن وكسبت رقم واحد في دجله، تحت رقم واحد في الرانك في دجله سيمي فاينل، عشان كده وصلت فاينل. هو ده الماتش اللي علاك قوي على فكره، الماتش اللي علاك قوي. طب انت رحت بعد كده البريتش اوبن خدت خامس صح؟ خدت خامس. عملت ايه في البريتش اوبن؟ ايه تجربتك كانت عامله ازاي؟ انا كنت رايح صراحه بدور برد مميت خالص. الله اكبر. انت رحت يا كابتن مولا لعيب سليم. طب ده اللي عنده خلفيه. طب دور برد رايح بيه؟ رايح بيه. والتاني مصمم يمشي نص كم طول يا ابني، احنا صافين في شهر 12 يا ابني، مش حاجه. راح بدور برد، وانت كنت رايح برده بريتش اوبن. كنت رايح ورحت برده بدور برد. انتوا الاثنين كنتوا صحاب رايحين بدور برد برده مشاركين بعض في برد. طيب انت خدت رابع واخد خامس. طيب قول لي بقى رحلتك كانت عامله ازاي في بريتش اوبن؟ رحلتي كانت اول ماتش الحمد لله كان سهل. تاني ماتش لعبت مع واحد هندي انا كنت بموت بقى الماتش ده، مش قادر خالص. كان في حراره وكده. كان في حراره وكان في سخونيه وكان في كل يعني في كحه وفي كل حاجه. فكنت رايح الجو هناك استلمني بقى. طبعا انت رايح ببرد هناك مش هيرحمك. رايح برد في برد. وكسبت ووصلت انت توصل لدور الثمانيه. دور الثمانيه كورتر فاينل ما شاء الله. بس ده يعلمكم حاجه يا اولاد بصراحه، يعلمكم ان انت بره الملعب انت بتكسب بره الملعب الاول. لازم تتغلب على يعني اي حاجه ممكن تعطلك، سواء دور برد سواء اصابه سواء سهر. خلي بالك اللعيب بيتعلم الحاجات دي في مشواره. نفسك في ايه؟ نفسي ان شاء الله السنه اللي جايه ابدا اصفي على بطوله عالم، عشان ان شاء الله انا شايف هم توأم. شايف نفسي في حته ان شاء الله بعيده يعني ان شاء الله. اللي انا بس اكيد عندك من المحلي الاول، لازم البطولات المحليه مع النادي طبعا تعمل فيها رانك كويس عشان تقدر تخش وانت رانكك على مصر صح؟ لازم العب باسم النادي يعني اكتر واشرف النادي اكتر، وانا اكتر عشان اتشرف ان انا بلعب في النادي طبعا. طبعا. فلا لازم العب باسم النادي الاول عشان
العب محلي عشان اوصل بقى للبطولات الدوليه والعب بطوله العالم ان شاء الله. ان شاء الله تروحوا البريت شوبين برضه باذن الله السنه الجايه. ان شاء الله السنه الجايه تقدروا تروحوا وتعملوا فيها ترتيب. ليه ما ناخدش البريت شوب باذن الله؟ ناخد احنا الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله يلعبوا فاينل البريت شوب ان شاء الله. انا بشكركم يا اولاد نورتيني شرفتوني. طبعا حمزه الشرباجي نورتيني وشرفتني يا حبيبي والف مليون مبروك. يعني مشروع لعيب هايل ما شاء الله. الله يبارك. طبعا فاروق احمد فاروق بشكرك نورتيني وشرفتني يا حبيبي وعايز بقى تكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله يحيى ابو ريح هتابعك ان شاء الله. ويا بجد يا كابتن هتابعه ان شاء الله لان ايه حاسه ان هو يعني كان عنده ظروف صعبه في البدايه بس انا حاسس ان في البريتش اوبن كسبان لعيب جامد قوي في دور ال 16 يعني كان هو مش فاكر بطل العالم هو اللي كسبان كسر الدنيا. احيانا بقول لك خليك فكره الميديا دي ان شاء الله وهستضيفك هنا وتيجي لوحدك ان شاء الله وكسر الدنيا. الفواتين دول طبعا منورني في اي وقت بس انت ان شاء الله هتكسر الدنيا وهتيجي طبعا وهتعمل نتيجه عاليه جدا وعندي ثقه فيك كبيره جدا ان شاء الله. ان شاء الله بشكركم شكرا جزيلا. عايزين مش هنطلع لفاصل مكملين لقاءاتنا وحواراتنا. شفتوا يعني بوريكم الاهلي يطلع لفاصل. راجل حضراتكم تاني اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم حلقتنا مع الاسكواش وانجازاته الكبيره هذا الموسم خاصه في قطاع الناشئين. طبعا احنا عندنا طبعا يعني نجمنا التايجر طبعا امبارح خد تاني بطوله العالم ودي كانت اول مره يعني ياخدها او صح يا كابتن مش انا مظبوط اول مره يوصل فاينل بطوله اول مره يوصل فاينل. فالحقيقه نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للعيبه الدرجه الاولى. بس خليني ارحب بكابتن يوسف هشام المدرب العام. اهلا بيك يا كابتن يوسف. اهلا بحضرتك. منورنا ومبروك على النتائج الكويسه دي وشغلكم وتعبكم يا كابتن. الله يبارك فيك. يعني احنا الحمد لله يعني كان في طبعا سيزن طويل قوي الحمد لله ان احنا جينا في الاخر كده كان نفسنا طويل زي دايما وعملنا كويس قوي. يعني النتائج بتاعه الجمهوريه تعتبر يعني نتائج كبيره قوي. صحيح. ما يعني الحمد لله انه الموضوع مشي كده. كنا كلنا اصلا مستنيين الجمهوريه دي بفارغ الصبر عشان عايزين فعلا نعمل حاجه اذا كان احنا كجهاز فني او اللعيبه. فالحمد لله انه بتروح من الصبح لغايه بالليل يا كابتن. دي حقيقه. الجو انا عارف الجو دي حقيقه فعلا. الساعه 9 الصبح يعني في الملاعب. بنبداها من الصبح الفجر يمكن لو مباراه. لا كنا بنطول جامد قوي. فالحمد لله ان الموضوع مشي كده. بس يعني لانه احنا فعلا كنا مستنيين البطوله دي فعلا من بدري قوي وكنا نفسنا نعمل فيها حاجه. فالحمد لله يا كابتن منور. منور ربنا يخليك. برحب طبعا بلاعيبه النادي الاهلي وبنت الاكاديميه ليلى محسن. ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. انت تحت 11 يا ليلى منورانا يا حبيبي. برحب طبعا ب يعني عصفور صغير كده قاعد معانا في الاستوديو بس الله اكبر يعني يقال انه ليه مستقبل كبير واحد طبعا ولاد النادي واكاديميه النادي انس وليد. ازيك يا انس؟ كويس الحمد لله. ازي حضرتك؟ منورنا يا حبيبي. الله شكرا. طيب خليني اجي لك يا كابتن يوسف. يمكن يعني الموسم ابتدى صعب. انتوا عندكم لعيبه كتير في كل المراحل السنيه محتاجه متابعه محتاجه تنظيم تدريباتهم محتاجه تنظيم للجماعه اللي بيلعبوه للاحتكاكات اللي بيلعبوها. المنافسه مع الانديه الثانيه لازم تبقى عينك على الانديه الثانيه هتنزل مين لمين خاصه في الدوري مين هيلعب مين مش هيلعب مين. نفس الكلام بطوله الجمهوريه الليفل ده او سوري السن ده انا بنافس عليه يبقى لازم اروح جامد. رتبتوا الدنيا زي دي؟ كلمني على الديالوج اللي بيحصل بينكم والكابتن احمد. بص هو مبدئيا انا عايز اشكره الاول دي فرصه ان انا اشكره ان هو بجد هو اول ما جه النادي مسك مدير فني هو كلمني على طول كان بيعمل التشكيل الجديد وكده فكلمني على طول ان انا ابقى معاه. فده بالنسبه لي كانت فرصه كبيره قوي. يعني هو يعني ليه فضل كبير عليا. يعني هو وفر من عليا مثلا ممكن 5-6 سنين في الكارير بتاعي بالخطوه دي. فوجودي كان هنا كان مهم قوي بالنسبه لي. حاسسكم اصلا مش بس يعني مدير فني ومدير اخويا الكبير يعني او اسره واحده. حاسسكم بتشتغلوا بالظبط. هو كلنا هتلاقينا كده يعني الجهاز الفني كله هتلاقينا كده. الموضوع مش
مش اي حاجه مثلا انه مدير فني اصل مدرب عام الكلام ده كله. احنا بجد كلنا هتلاقينا بنتعامل ان احنا تيم واحد. طب ودي طب اهم حاجه. انا عايز اسالك سؤال يعني خليني اتكلم معاك بكل صراحه. الاسكواش لعبه مكلفه ولعبه غاليه كمان يعني المدرب وقته بفلوس وتفرغه للنادي بيبقى بفلوس. احنا خلينا نتكلم بكل امانه بكل منطقيه. النهارده انت لما تتمرن برايفت او بتمرن في اكاديميه خاصه ممكن يجي لك عائد اكتر. فالنهارده انت وجودك كمدرب عام اكيد انت ضحيت بحاجات كتير عشان تبقى موجود. اكيد اكيد. ولو ضحيت ضحيت ليه؟ لا وجودي في النادي الاهلي كان مهم. الموضوع مش بس بيبقى فلوس. الموضوع برضو يعني دي خطوه ايجابيه عموما حتى لاي حد في الموقف ده. لا هيختار ان هو يبقى كده. هيختار ان هو يبقى ليه حاجه كيان او وضع معين في النادي الاهلي. لان السي في بتاعه جوه بالظبط دايما بيتقال ان الاهلي هو المكان فوق الجميع طبعا بيبقى هو اللي بيدي الاسم اكتر. يعني هو اللي زي ما كابتن حسني قال الفقره اللي فاتت هو اللي بيضيف لنا كلنا. يعني احنا بيتضاف لنا فعلا باسم النادي. فدي بتبقى خطوه ايجابيه لينا حتى لو الموضوع مش مساله فلوس وبس. برده بيبقى فيه حته ثانيه ايمج وحب للنادي برده حب للعيبه بنتعلق بيهم. يعني متعلق بيهم جدا بطريقه زياده شويه. صحيح باين. فببقى الموضوع مش بس فكره الله الفلوس. الله اكبر ما شاء الله يا كابتن. طب خلينا نروح لليلى. ليلى انت ليه اخترتي الاسكواش؟ ليه انت صغيره كده 11 سنه ما شاء الله ليه اخترتي؟ عشان هي لعبه حلوه يعني. انت حبيتيها اول ما شفتيها؟ يعني اول ما روحتي طب انت شفتيها فين؟ شفتيها في النادي الاهلي؟ يعني انت هو مش انا هو بابا يعني كان بيروح يشوف لي يعني لعب تشتركي فيها. تمام. فهو لقى الاسكواش يعني هو انسب حاجه. وانت حبيتيها بس المضرب بيبقى تقيل عليكي شويه وانت صغيره. كنت شويه يعني حبيتيها بالرغم انها لعبه صعبه؟ طب فاكره مين اول مدرب علمك؟ لا بصراحه مش فاكره. طيب مين المدرب بتاعك دلوقتي؟ بلاش. مين مدربك اللي بيمرنك دلوقتي؟ اوعى تقولي لنا سياده هو بيمرنك دلوقتي. بيتمرن عندنا ما شاء الله في النادي مع مدربين كتير. على اصل بص يعني ليلى من اللعيبه البوتنشال قوي ما شاء الله. وبجد هي وانس ان شاء الله يعني املي فيهم دي يعني الله. دول الهدايا بتوع النادي الاهلي ان شاء الله. دول ممكن يعني ربنا يكرمهم ويبعد عنهم الاصابات بس يعني مشروع ابطال عالم بجد. بوتنشال خطير. بيعشقوا اللعبه. مدمنين سكواش ان شاء الله. لا يعني طب خلينا نشوف. لا بتحبي كابتن احمد؟ طبعا. مفيش تردد. مفيش تردد. طيب انت في السن الصغير ده ما بتبقيش قلقانه وانت نازله الماتشات الجيمات تلاقيش؟ ها؟ لا. برافو عليك. ده الاصل. لو اللعيب خاف اللعيب في السن الصغير ده الخوف بيقلل المستوى. اوعي تخافي العبي ما يهمكيش. انت كده عجباني يعني ما اخسر يعني وهي هكسب ان شاء الله. صح؟ صح. طيب وانت ليك اخوات بيلعبوا سكواش ولا انت بس؟ لا ليا نيلي. يعني اصغر منك؟ ما شاء الله. الله اصغر واحده. وعندي ليان اختي الكبيره ما بتلعبش سكواش. لا بتلعب الثلاثه. انتوا الثلاثه بتلعبوا ما شاء الله. طيب انت نفسك تعملي ايه؟ خلينا احنا نسجل لك اهو وبعد سنتين ثلاثه نتقابل بقى ونقول بقى كان معانا النجمه بقى زمان كانت صغيره وبقت نجمه دلوقتي. نفسك تعمل ايه؟ نفسي ابقى بطل. ان شاء الله هتبقي. ان شاء الله هتبقي. ودي ممكن تحققيها ازاي انت شايفه من وجهه نظرك؟ يعني مجهود تمرين طبعا. صح. اسمع كلام المدرب كويس قوي. صح مش كده؟ مش دي حاجات ما قلقش وما خافش في الماتشات؟ صح. مش دي الحاجات اللي ممكن تخليكي بطل؟ وهتبقي يا حبيبتي بطل ان شاء الله. انا اسف بس عايز اضيف حاجه في ليلى. ليلى اصغر لعيبه سافرت بريتش اوبن السنه اللي فاتت وخدت خامس يعني بمثابه خامس عالم وهي لسه ان شاء الله عندها واحده كمان. الله اكبر. وعندها لسه يعني لعبت الاكبر منها بسنه. وخدت تاني جمهوريه السنه دي وعندها لسه واحده جمهوريه كمان. الله ربنا بس يحفظها ويبعد عنها الاصابات ويكرمها. يا رب يحفظك يا حبيبتي. يعني ما شاء الله اللهم بارك يعني من اقوى اللعيبه اللي جايين ان شاء الله. يا رب يحفظها يا رب. نروح لانس بقى. انس قول لي بقى انت عملت ايه السنه دي؟ لعبت ايه؟ يعني كان في بطولات كتيره. السيزون كان طويل بس الحمد لله السيزون كله على بعضه كان كويس الحمد لله. يعني رانكي كان تحت قوي عشان كنت لسه بادئ بقى في تحت 11 بس دلوقتي الحمد لله اترفع كتير جدا. ويعني كان برضو البطولات صعبه. لعبت ايه بطولات يا حبيبي؟ ايه البطولات اللي انت خدتها او البطولات اللي انت لعبت فيها كويس؟ يعني اقول مثلا كل البطولات كانت كويسه الا مثلا بطوله او بطولتين كان اصابه. ما ايوه. ما شاء الله. طب انت يعني انت عارف ترتيبك وصل كام دلوقتي انس ولا ما تعرفش؟ ايه كام؟ الخامس. ما شاء الله. لسه عندك سنه كمان تحت 11. وصل سيمي فاينل بطوله الجمهوريه.
ما شاء الله الله خد رابع كان بيلعب بلعب الاكبر منه ها يعني لسه قدامه سنه كمان لسه لسه دول الله دول ان شاء الله لسه جايين دول بس بقول لك الله اكبر كابتن دول مش بس الله اكبر مش لعيبه سكواش بس دول متحدثين كويسين يعني لا في ثقه وفي ده هم كده ماسكين نفسهم لا اكبر لا برافو عليهم انا عايز كده اللعيب بتاعك تتكلم في الميديا وانت صغير متعلم ازاي تتكلم في الميديا ليلى عجبتني جدا طب نفسك في ايه يا انس نفسي ابقى بطل سكواش وطبعا ان انا طب ما انت بطل ولا عايز تبقى اكتر من كده اكتر برافو ليه بلاش اكتر صح الله ينور عليك طب قول لي بقى انت بتقلق في الماتشات ولا انت مش فارقه معاك خالص لا بقلق ليه هو ليه انت هتخسر ليه الله اكبر برافو عليك طيب طيب طب قول لي يعني مين اللي علمك الكلام ده ولا انت بتشوفه وبتتعلم يعني لا إيه؟ بشوفه وبتعلم وبرده كان في حته كبيره برده عن كابتن احمد حسني طبعا طبعا حته كبيره عندك ابو عزيز كابتن يلعب كل الماتشات انت كده انت كده ماشي وليلى ماشيه كويس كده الولاد دول يا كابتن ابو عزيز ياخدوا بجد حتى انا دول بعرف اتعامل يعني هم فعلا بجد الولاد مؤدبين فده يكفي ان انت بتعرف توصل لهم المعلومه بسهوله وهم ما شاء الله ابطال فبيبقى في دماغهم انا عايز اخش انفذ 100% علشان انا عايز اكسب دايما يعني ليلى دي في اول بطوله بتعيط عيط هستيري انها خسرت يا بنتي دي اول بطوله انت لسه ما لعبتيش طب خليني اعرف برضو من انس حبيبي انت بابا وماما بيتعاملوا معاك طبعا تقول لهم ايه على الهواء اقول لهم ايه على الهواء شكرا لكل حاجه عملوها وكل التمارين اللي هم ودوها لي ورجعوها لي وكل الادفايس اللي هم ادوها لي ويعني كان هم برضو حته اكبر حته فعلا في اللي انا وصلت له دلوقتي ربنا يخليك لي ويخليهم ليك تقولي لبابا وماما يا ايه طبعا بشكر ماما وبابا طبعا جدا عشان هم كانوا بيساعدوني ان انا ابقى حاجه كبيره زي دلوقتي كده وطبعا ماما بتوديني التمرين وبترجعني وكل حاجه فطبعا بشكرهم طيب بشكر نيلي وبشكر كابتن حسني بشكر كابتن حسام حسن بيدربني فتنس يعني انا اللي بشكركم والله نورتوني شرفتوني انس انت حاجه جميله جدا بشكرك يا ليلى بشكرك انت نورتيني وشرفتيني الله اكبر زي القمر انتوا الاثنين وان شاء الله ربنا يحفظكم ونشوفكم نجوم كبار بدعم طبعا طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى رقم واحد وبدعم النادي وبدعم الكابتن احمد حسني نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين مكملين معاكم لسه عندنا مجموعه جميله جدا من اللاعبين واللاعبات هنوريكم عينه احنا كان نفسنا كل اللاعبات واللاعبين يكونوا معانا لان كلهم زي ما حضراتكم شايفين حاجه تشرف نطلع لفاصل عشان ينضم الينا مجموعه جديده من اللاعبين واللاعبات اهلا بحضراتكم من جديد ومعانا اتنين لعيبه بقى يعني حاجه الله اكبر ما حصلتش تحت 17 سنه اتنين عاملين نتائج محترمه جدا واستكمالا احنا النهارده محتاجين ثلاث حلقات عشان نجيب كل اللعيبه عشان نجيب كل اللعيبه اللي عملت انجاز النهارده والله محتاجين يعني مجموعه حلقات ورا بعض هو ده السكواش جوه النادي الاهلي برحب بالبدايه فريده وليد نجمه النادي الاهلي تحت 17 سنه اهلا بيك يا فريده مبروك لكل النتائج الحلوه دي ومنورانا في الاستوديو يا فريده الله يبارك فيك طبعا برحب بسيف الرفاعي يعني نجم بقى مش عايز انجمه وهو صغير بس هو الحقيقه نجم 17 سنه ربنا يخلي حضرتك الحمد لله ازي حضرتك الله يبارك في حضرتك كابتن اجيلا كابتن يوسف طبعا انت يعني المدرب العام اكيد كان في لحظات صعبه مرت عليك في الموسم لحظات صعبه في اصابه لعيبه مهمه لحظات صعبه في حاجات كتير انا مش عايز يعني اتكلم بنيابه عنك بس قول ايه اللحظات الصعبه اللي والله هو على مدار السيزون كله كان في طبعا موضوع الاصابات زي عندنا يحيى بورايا كان لسه من شويه بيقول موضوع الاصابه ده طبعا كان مسبب لنا ارق فظيع انه مدربك حسابك انه وخصوصا ان انا بمرنه في النادي فكان بالنسبه لي انا قاعد طول الوقت قاعد بخطط للموضوع ده وبخطط للجمهوريه بخطط للبريتش بخطط لبطوله العالم فيعني مش قادر اقول لك كام مره بقعد مع كابتن احمد حسني بنفضل مش عارفين نعمل ايه مش عارفين نتصرف بنقعد نفكر اوقات كتير قوي وفي الجداول طبعا موضوع جداول التدريب لان كل واحد بيبقى ليه مثلا جرعه تدريبيه معينه وبيبقى فيه دعم لو في بريتش او في بطوله دوليه لازم طبعا نقف جنبهم فالحاجات دي كلها علشان ننسقها مع جدول البطولات اللي كان كبير قوي على مدار السيزون الموضوع بجد كان صعب جدا بالنسبه لنا يعني هو ده التحدي انه احنا كنا السيزون كله يمشي بسلام كده بدون مشاكل والدنيا تبقى ماشيه تمام انه التمارين تبقى ماشيه تمام مفيش مشاكل فيها مفيش اي ايشو عند اي لعيب توفروا الاستابيليتي او الاتزان الفني للفرقه بيبقى صعب بس خليني اقول مقوله وقولي لو انا بقولها صح ولا غلط مدربين السكواش المدير الفني يعني ليه خبره صغيره كده في السكواش على قد يعني
بس المدير الفني او المدرب هو مش مدرب، هو بيبقى عايش مع اللعيب حالته، هو بالزبط. دكتور نفسي، هو مدرب، هو دكتور تغذيه، وهو صديق اللاعب بالظبط، وهو بابا، وهو الكلام ده صح. اه صح جدا، وبنبقى احنا اكتر ناس فاهمينهم يعني، بنبقى أيوة. احنا لعبنا اللعبه فبنبقى حاسين بيهم قوي، الابس اند داونز بتاعتهم كلها احنا حاسين بيها قوي، اي موقف هم بيمروا بيه احنا مرينا بيه قبل كده، فبنبقى حاسين الموضوع يعني ممكن ولي الامر غصب عنه بيبقى بعيد شويه عن الاجواء دي، او ما بيبقاش بتبقى اول مره بالنسبه له، انما احنا احنا شفناها كذا مره قبل كده، فبالنسبه لنا بنبقى احنا حاسين بيهم وحاجه شفناها قبل كده، فبنقدر ان احنا نوجه، نقدر ان احنا نجايد. اذا ما قلت صح الحمد لله. لا صح 100%. حبيبي يا كابتن والله بجد الف مبروك، فريق نجيلك بقى ما شاء الله، انت اول الجمهوريه. الله اكبر. يعني كلميني عن اللي انت نتائجك السنه دي، الموسم ابتدى بايه؟ لعبتي الاول ايه اللي خلاكي او اهلك ان انت تروح بريتش اوبن؟ تاهلت ازاي؟ كلميني كده، احكي لي الموسم كده يعني، استرجع الشريط بتاع السنه كلها. لا انا ابتديت ورا قوي، كان رانكي 150. انت كان اول سنه ليكي 17، فعشان كده بداتي بعيد. طيب عملت ايه بقى مع البطولات؟ بعدين دخلت اول بطوله خسرت من رقم واحد على الجمهوريه، وتاني بطوله برضه. ايه ده حظ وحش وتقعي معاها كل مره. ده جميل قوي الدرو اللي الدرو الحلو ده. بعدين بقى ابتدت بقى الدنيا تمشي شويه. ثقتك ما تهزتش بنفسك؟ لا لا ما تهزتش. الله اكبر. طيب وكملت بعد كده يعني، حققتي بدات الماتشات تتحسن معاكي ونتائج تتحسن. طب ايه اللي وداك لما انت كنت بعيد كده، اللي وداك البريتش؟ بعدين في بطوله وصلت فيها، في بطولتين وصلت فيهم الثمانيه، خلوني بقيت توب 5. بعدين سافرت بقى بريتش. حلو. سافرت وانت الرانك بتاعك كان الخامس ولا الرابع؟ بس كنت خمسه. الخمسه حلو. بس الناس فاكره الخمسه دي سهله، كبر الخمسه دي ده بتطلع روح. لا وكمان هي مشكلتها ان انت الخمسه دي بتسافر من هنا بتروح على انجلترا، بتقابل مثلا نمره واحد او نمره اثنين هناك. دي المشكله بقى. بتبقى ضلمه. بس انت تاهلك من مصر كخامس دي بعد منافسه شرسه جدا. شرسه طبعا. طب انت الجمهوريه النهارده بقى اللي اخر بطوله لعبتيها اللي هي كنت لعبتي مع الوحوش بقى كلهم. الوحوش اللي هم في سنك كلهم. والله اكبر خدتي اول. كنت متوقع ده؟ قولي الحقيقه. تروحي النهارده؟ اصل قبل الجمهوريه كان عندي اصابه اصلا. كنت الجمهوريه كان عندك ايه؟ كان عندي اصابه في الانكل. في الانكل سبرين ولا وجع في وتر؟ لا مزق. مزق ولعبتي بيه الجمهوريه؟ لا عملت اللي قبليها بقى علاج طبيعي وكده. طب انت فاكره الجمهوريه اصعب ماتش كان ايه؟ فاينل. فاينل في اوقات بتبقى دور السيمي فاينل هو الاصعب من الفاينل. اوقات بتبقى دور الثمانيه. ساعات فاينل. كنت بتلعبي مين؟ بنت من دجله. دجله. دجله جامدين. طب والبنت دي لعبتيها قبل كده؟ لا كانت اكبر منك ولا نفس سنك؟ لا اصغر. اصغر؟ كانت لسه طالعه. بس الله اكبر واضح انها كويسه. عملت ايه في الماتش ده؟ كسبت 3-1 الحمد لله. 3-1 الله اكبر، يعني ده انت كاسبه بالراحه خالص. طب كابتن احمد بقى كان واقف كوتش عليكي وفي الماتش؟ لا كابتن احمد هو كان بيسبورتني في كل حاجه يعني، مش ما بيسيبكيش في كل الماتشات وفي كل. هو زي ابويا الثاني برضه زي ما حضرتك قلت. طب خلينا نشوف سيف برضه، يعني سيف انت الله اكبر برضه السنه دي. انا بقول لك في عبد الهوا لعبت ايه؟ قلت لي انا ما سبتش حاجه. الحمد لله. لا هات لي بقى اللي انت ما سبتوش كله. بس انا الحمد لله انا اول ما بدات السيزون خالص يعني كنت بادئ بدايه مش موفقه خالص، اول بطولتين بالذات زي فريده كده. خسرت بدري، بس احنا لسه طالعين اول سيزون تحت 17. احنا الاثنين نفس السن شهر كام؟ احنا قد بعض. احنا شهر 6 احنا الاثنين. الله اكبر. شهر 6 ده بيفنش الموسم لسه طالع. فاحنا لسه كنا لسه طالعين اول سيزون، فالبدايه بقى بتقابل بقى الرانكك بيبقى وحش قوي، فبتقابل طبعا الناس من فوق، فدايما البدايه بتبقى سيئه يعني. فانا في اول بطولتين تقريبا كان رانكي بعيد خالص، كنت رقم مثلا 17 18 حاجه كده. كده بعيد. ده يعتبر بعيد بالنسبه بقى لناحيه ناحيه البريتش اوبن وكده يعني. بالنسبه لسيف بعيد. فكان ثالث بطوله بقى كانت ساعتها منطقه، وكانت بطوله مهمه، كانت خلاص هو البطوله دي يا تكسب. يعني ثالث بطوله الجمهوريه. لا المنطقه كانت ساعتها منطقه. كانت منطقه اسكندريه والقاهره. اسكندريه. كانت ساعتها القاهره بتبقى في الاول. كان ساعتها بالنسبه لي انا لازم عشان توصل فيها حاجه اما خلاص مش هتسافر بقى. فانا البطوله دي قبليها اصلا قبل ما اسافر بالظبط بخمس ايام انا كنت تعبان جدا، وكنت جات لي فتره ما بقدرش اتنفس وما بقدرش اكمل الجيمات يعني. هو حاجه زي بدأ كان عندي حاجه مشكله في الحجاب الحاجز كانت بتخليني مش قادر اتنفس. اخد نفسك كويس. فالموضوع ده كان بالنسبه لي صعب قوي، حاولت اتعالج بالظبط في خلال 9 ايام وسافرت. اول ماتش كان بالنسبه لي صعب، وبرده كنت حاسس ان لسه الدنيا مش احسن حاجه. كنت بلعب مع واحد برده من دجله اسمه سيف دهشان، برده كان هو ما شاء الله لعيب حريف قوي، فبينزلك كتير فانت بتحتاج تجري، فالدنيا بتبقى صعبه يعني. فانت بتضغط على نفسك وانت اصلا نفسك خلصان. فاللي هو اول ماتش ده كان صعب. تاني ماتش كنت بلعب رقم 2 على البطوله، وانا طبعا كنت رقم 17 ولا حاجه كده، فكنت خلاص وانا عيان قلت بس خلاص انا البطوله كده خلصت على كده وخلاص هروح. بس خلي بالك ده سبب ان انت نزلت اعصابك ريلاكس. كان بالنسبه لي خلاص بقى اللي هو ايه انا مكبر دماغي كده خسران فرايح بلعب. انا كسبت الماتش ده
3-1 ساعتها، والماتش ده انا بعد ما كسبت قلت خلاص هي فرصه جت ومش تتكرر تاني. فاللي هو بقى الفرصه دي الحمد لله البطوله دي وصلت فيها فاينل، هي دي كانت في ماتشات في سبورتنج ولا فين؟ كانت في سبورتنج. تمام. ووصلت فاينل. ما بحبش ملاعب سبورتنج دي انا، معلش هو نادي بس ما بحبش الملاعب بتاعت سبورتنج. هي البطوله دي بصراحه فيها ذكريات فيها وحشه قوي. ماشي. هي البطوله دي كانت السبب اللي انا الحمد لله سافر بريتش اوبن. طيب ورانكك كان كام وانت رايح بريتش؟ كان 3 ساعتها، لان انا بعد ما خلصت البطوله دي خدت فيها تاني، والبطوله اللي بعديها خدت فيها تاني برده، فكان الرانك بقى اتزق شويه قدام. التالت دي خليتك تافويد شويه ان انت تشوف تلعب حد جامد. لان انا كمان الحمد لله السنه اللي فاتت كنت واخد تاني بريتش اوبن، فكان السيدنج بتاعي هناك عالي شويه. بس طب وصلت بقى فين لغايه البريتش؟ انا وصلت لحد دور الثمانيه. انا كان السيدنج بتاعي 3-4، فكان اكسبكتد يعني ان انا اوصل للسيمي فاينل، بس انا جيت في دور الثمانيه كنت لعب حد من عندنا في مصر هنا برده اسمه احمد نادر، هو ما شاء الله لعيب كويس. انا ساعتها الماتش ده بصراحه ما كنتش بلعب احسن حاجه، وهو الولد كان بصراحه ما شاء الله كان بيلعب كويس قوي. خسرت كام؟ خسرت 3-1 ساعتها يوميا. بس الحمد لله، بس يعني بس ممتاز جدا جدا يعني. رجعت بقى من ساعتها الحمد لله برده لعبنا كذا بطوله في مصر، وكله يعني يعتبر خدت تاني لحد الجمهوريه اخدت فيها اول الحمد لله. حولت بعد البريتش اوبن يعني انت بتكسبوني هو ده الكلام؟ طب والله انا اوريكم. انا رجعت بقى بصراحه اللي هو ايه يعني السيزون بقى يقتل يا مقتول يعني. سيف مين مسك الاعلى؟ علي فرج. علي فرج. علي فرج ثم علي فرج يعني لعيب جامد جدا. طيب خليني اقول لك، انت بتتمرن كام ساعه سيف في اليوم؟ والله وانا عشان واحد الحمد لله يعني في اي جي والتعليم مقصر يعني اي جي. ليه كده يا حبيبي؟ ليه كده؟ بنحاول نتعلم مع جنب السكواش. لا ان شاء الله اتعلم طبعا، برافو عليك. فبحاول على قد ما اقدر يعني مثلا ساعتين مثلا سكواش او حاجه، وبرده قدامهم ساعتين فيتنس. هو بصراحه يعني هم الساعتين بتوع ساعتين بجد. ساعتين وفيتنس اكتر لعيب ملتزم. شهاده. بص شهاده. انا اكتر حاجه بركز فيها الفتره دي يعني زي ما بيقولوا كده كواليتي از اوفر كوانتيتي، فبحاول اركز دايما ان انا الساعتين اللي هتمرنهم يبقوا اكتر ساعتين انا مركز فيهم، بحاول اطلع فيهم كل اللي عندي، لان انا عارف ان الناس المنافسين ليا بيتمرنوا اكتر من كده. فانا بحاول بقى دايما في الساعتين اللي انا بتمرنهم اللي هو ادوس على نفسي اجيب اخري، ودايما بصراحه حابب اشكر التيم بتاعي لان هو اللي بيساعدني اعمل الحاجه دي، هو اللي بيساعدني دايما. بتمرن في الاهلي؟ بتمرن في الاهلي. الجزيره والشيخ زايد؟ لا بتمرن في اهلي الجزيره، بس فيتنس هو اللي بره مع كابتن احمد ابراهيم برده، حابب اشكره طبعا. هو يعني في اللياقه ما شاء الله اسمح لي يعني. يا سيف لان انت ما شاء الله الله اكبر يعني منتاليتي محترمه جدا، ان انت عايز تعلي الجوده بتاع تمرينك عشان تعوض فرق التوقيت اللي هم بيتمرنوا اكتر منك. برافو عليك يعني. انا مبسوط منك. طب خليني فريد ارجع لك برضو، يعني انت مؤمنه بالمقوله دي، انت عالي كواليتي ولا انت ما عندكيش مشكله في الوقت؟ لا عالي كواليتي. يعني انت في سنه كام ولا بتدرسي؟ في جريد 10. امريكان ولا اي جي؟ لا ناشونال. طيب انت النهارده يعني، طب ايه الميزه بقى ان انا يعني بعلي الكواليتي؟ طب ما اعلي الكواليتي وازود الوقت كمان واكسب انا الاثنين، ولا ايه رايك؟ ايوه. انت انهي مبدا بقى؟ يعني هو الاثنين. لا هو عشان ما عندوش وقت. هو ما عندوش وقت فهو معلي الكواليتي قوي ومركز وبتاع. انت النهارده ليه لا معليش الكواليتي وكمان الكوانتي؟ ايوه. انت بتعملي كده؟ برافو عليكي، فكده هتحطك في حته ثانيه. طب انت مين ماسك العلا فرد؟ رنيم الوليلي. رنيم الوليلي. رنيم الوليلي بطلت العلا. طيب ليه؟ اشمعنى؟ في كتير، في نور وفي لعيبه كتير فيها من لعبها شويه. شفت بس طبعا رنيم على حاجه اعقل واهدى. ايوه شفتي بقى الكلام ده يقول لك ايه؟ المعنى في بطن الايه ولا في الشعر وحاجه كده. فانت الكلمه يعني يعني فيها كتير. طب ايه اللي كابتن احمد بقى على الهوا بيوجهك بيه على طول يا فريد؟ لا يوجهك قولي قولي ما تخبيش. محتاج اركز شويه. محتاج تركز على طول يعني. لا ان شاء الله. ليه لا؟ ما نركز ان شاء الله. ما انا بحاول. طب سيف اكتر حاجه بيقول لك كابتن احمد ايه؟ ولا يعني غالبا ما بيوجهكش لما تبقى انت عارف؟ لا هو دايما في الكوتشنج بيركز يعني على اولا اللعب بتاعي ثم على اللعيب اللي قدامي، يعني على حسب كل لعيب بتبقى مركز مثلا يعني لعيب معين فبتضطر تركز على الحته دي، لعيب معين فبتضطر تركز على الحته دي. دايما اختلاف اللعيبه بيأثر طبعا على اختلاف الجيم بلان اللي انت تلعب بيها، لان مش كل اللعيبه بتلعب معاهم زي بعض. طب انتوا اتفرجتوا على الفاينل بتاع بطوله العالم امبارح؟ اكيد. شفتوه؟ عجبكم؟ كنت توقعت ان مصطفى يعني هو بصراحه هو ديجو كان باين من اول البطوله ان هو ما شاء الله ما شاء الله نتائجه كانت مش طبيعيه يعني، بس احنا طبعا كنا بنتمنى ان مصطفى يكسب، بس مش مشكله يعني مصطفى ان شاء الله قدامه مستقبل كبير يعني. طب فاينل البنات شفتيه؟ ايه بقى الاخبار؟ لا كنت حاسه نوران كويسه قوي البطوله. كانت اجهز ما شاء الله. وهي نوران اللي كسبت. وانتوا كنتوا متوقعين من الاول انها ممكن تكسب؟ يعني انا بحس دايما نور الشربين صراحه بتتحول في بطوله العالم. بصراحه بس البطوله دي فلتت منها، وبصراحه نوران برضو عملت مجهود كبير قوي. البطوله دي كان يعني خرافي وجاهزه ورابع فاينل تلعبه. لا وما شاء الله يعني انا مبسوط لها جدا بصراحه. هي مش في النادي عندنا ولا حاجه، بس انا فعلا مبسوط لها كلاعيبه كويسه. طبعا تعبت واجتهدت قوي لحد ما وصلت للحته دي يعني. طب كابتن انت كنا عايزين نقول حاجه يعني، انت كنت عايز تقول حاجه لمصطفى؟ كنت عايز والله يعني اقول لمصطفى عسل، ان حسيت ان هو زعلان قوي امبارح يعني. انا عارف ان هو دايما بصراحه دايما هو برده متعود ان في النادي الاهلي بتلعب دايما على نمره واحد دي،
فكان متضايق قوي، وحتى كلمت بعد الماتش وفاهم قلت له حبيبي انت لسه صغير ومفيش الكلام ده، انت ان شاء الله قدامك اللي جاي كله، واتمنى يا رب كده ربنا يوفقه بطوله العالم اللي جايه ويعني يحقق المركز الاول فيها ويبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه قفل اللعبه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ربنا يكرمه يا رب كتير. لسه عنده كتير وهو عنده انتماء كبير بالنادي. كابتن يوسف عايز اجي لك بقى كده قبل ما نختم الفقره الحلوه دي اللي انا مبسوط بيها، امنياتك ايه السنه الجايه كجهاز فني بقى؟ انا بسمع امنيات اللعيبه وطبعا امنيات كلهم بيشتركوا في امال وطموحات واحنا معاهم، بس عايز اسمع المدرب العام امنيته ايه؟ والله هو هي امنيتنا كلنا ان احنا ان شاء الله السنه الجايه نكسب الدوري الدرع العام ان شاء الله. ان شاء الله. قريبه ولا بعيده يا كابتن؟ لا قريبه جدا ان شاء الله. لا احنا يعني موتين نفسنا على كده، وهي دي الخطه والبلان اللي بانيينها كلنا مع بعض كجهاز فني كلنا واللعيبه، واعتقد ان احنا جاهزين السيزون الجاي ان احنا نعمل ده ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد برضو قبل ما افصل برضو لازم اسمع املك وطموحاتك، انت المدير الفني وانت الهيد كوتش وللولاد والبنات والناشئين والناشئات والسيدات والرجال كله يعني. بص على حاجه، مع احترامي بقى كل الحاجات دي كلها اضافات شخصيه ليهم، الدوري بقى ده اللي يخصني انا كنادي اهلي. انا يعني حتى دايما اتكلم مع يوسف اقول له حلو قوي ان هم بيعملوه وحاجه كويسه جدا، الجمهوريه اللي احنا عملناها في الجمهوريه جميل، لكن عايز الدوري لان انا بتحول اصلا في الدوري. بس وادي دجله يا كابتن، وادي دجله بياخد كل اللي اصل، خلي بالك وادي دجله قايم على السكواش ده حقيقي، فالنهارده انت بتنافس منافس شرس جدا. ما هو السنه اللي فاتت لما انا اخلص تاني ان شاء الله انا قريب قوي ان انا اخد اول، فلازم اطمع ومش هبقى مبسوط ان انا واخد تاني. صح. يعني مش عاداتنا وتقاليدنا في النادي الاهلي، فدايما ان انا هدفي ان شاء الله ان احنا يعني نفسي الحاجه ان انا فعلا اعملها للنادي وامشي بكره، ما عنديش مشكله ان انا اخد الدوري. لا يعني امنيه حياتي ان انا اخد الدوري. دي امنيه واشتغلت عليها بجد يعني. لا طبعا شغالين عليها بجد نار يعني، حتى اختياراتنا في اللعيبه بتبقى ليها طرق معينه. لازم انا هدفي الدوري مش هدفي حاجه ثانيه، ده الحاجه الوحيده للنادي. خلينا نشوف سيف برضو انت امنيتك ايه السنه الجايه سيف؟ والله انا يا رب الواحد بيقول بريتش اوبن دي، انا بالنسبه لي يعني انا امنيه من امنيات حياتي ان اكسب بريتش اوبن من وانا عيل صغير مثلا بلعب تحت 9 سنين. طب ليه مش بطوله عالم يا سيف؟ بس بطوله عالم 19 سنه بس، فانت لسه بقى قبل ما توصل لحد 19 سنه ممكن تلعبها طبعا بدري او حاجه، بس طبعا يعني حط نفسك الخطوه القريبه ليك هي البريتش اوبن. طب قريبه ان شاء الله تاخدها باذن الله بالتعب والاجتهاد وتقدر تاخدها. طب فريده برضو عايز اعرف يعني ايه بقى امنيتك؟ عايز اكسب بريتش طبعا عشان انا إن شاء الله. رحت مرتين وخسرت في السكند راوند، فعايزه يعني السنه الجايه ان شاء الله تكسبيها باذن الله، واني اطلع بطوله العالم بقى ان شاء الله فريده باذن الله تحققيها ونشوفك نجمه كبيره جدا. وبس المهم لما نكلمك بقى تقولي معانا في الابطال، ما تقوليش لا انا عندي بطوله عالم ولا ايه؟ ايوه خلاص وعد يعني؟ وعد. ماشي يا فريده نورتيني وشرفتيني. فريده وليد نجمه النادي الاهلي بشكرك، نورتيني وشرفتيني. شكرا. كابتن يوسف هشام المدرب العام نورتيني وشرفتيني، والحقيقه اتمنى لك كل التوفيق يا كابتن. شكرا. كابتن احمد حسني المدير الفني بشكرك، بشكرك على مجهودك. انا شكرا لحضرتك وعلى مجهودك معانا دايما ودعمك والله ودايما في ظهرنا. كابتن دي اقل حاجه، انتوا الابطال. لا والله ربنا يخلي حضرتك، انتوا اللي تستحقوا كل الشكر وكل الشكر ليك والله. سيف طبعا الرفاعي بشكرك نورتني يا حبيبي. شكرا حبيبي. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق وهتابعك برضو ان شاء الله تبقى بطل عالم يا رب. عايزينك تيجي حلقه انا جاي ان شاء الله. بس كده حاضر نورنا وتشرفنا حبيبي ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا، بس قبل ما اختم الحلقه لازم اوجه رساله شكر لكل اولياء الامور. في جنود مجهولين خارج بره الستار وبره كل الـ 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 الاضواء، هي اولياء الامور، الاب والام، الاخ، الاخت، الجد، الجده، كل من يدعم هؤلاء النجوم وهؤلاء الاشبال عشان يوصلوا لده، بيهتموا باكلهم، بيهتموا بتفاصيلهم، بنومهم، بشربهم، باكلهم، بشخصيتهم، بتكوين شخصيتهم. الخليه اللي بتصنع اللاعب مش النادي بس، الخليه اللي بتصنع اللاعب هو اسرته، اسرته اللي بتصنع النجم وبتصنع هذا البطل. انت تطلع انسان سوي دي اكبر مكاسب الرياضه، ممكن تبقى بطل وده شيء قدري بحت، بس اقل المكاسب ان انت تطلع انسان سوي في مجتمعك، في بلدك، انسان منتج. كل الشكر والتحيه لاولياء الامور، الاب والام وكل من دعم ابطالنا، بشكرهم تحيه خاصه مش بس في سكواش، في كل الالعاب. واكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.